بين مصلحة أبناء الجديد المهدي قرناس لسفيان برحو ولفريق الدفاع الحسني الجديد. هنا اللقطة الماضية خرج ياسين الحواصلي برأسية ياسين نعم عبد المبركي كان يبحث عن العرضية تصطدم بمعاد شقاق وخطأ لمصلحة فريق الدفاع الحسني الجديد. التمريرة تضيع يتدخل إبراهيم نظم في مصر هنا فرصة ومحاولة رأس في هذه الأثناء نظيره المصري في نهائي كأس العرب لكرة على قناة الرياضية أمينة غزو ينفذ الخطأ أمين مساندة الزملاء في خط الهجوم. ما الذي سيفعل الطيب الطيب الذي كان يبحث عن العرض شباك ياسين الحواصلي هنا تنفيذ الركنية هنا تنفيذ سفيان برحو ويستعد الجميع ينفذ أمين الفرصة والمحاولة لكن جعواني قرناس قد يصوب قرناس قد يسدد قرناس يفضل التمرير عبد الحميد فراس وصلت في منطقة الجزاء. هنا الإعادة هنا اللقطة الماضية كل الشكر لزميلي مخرج المباراة. هنا اللقطة التي توضح ياسين الذهبي واللقطة التي أصيب فيها ياسين بعد البحث متواصل والتنقيب متواصل عن التسجيل ياسين الحواصلي. هنا الإعادة هنا اللقطة الماضية هنا وصلت للمهدي قرناس المهدي الذي سيعود للوراء لتصل بعد ذلك لعبد الفتاح حضرات. المهدي قرناص يسدد المهدي لكن لنادي الدفاع الحسني الجديد مروان يسدد مروان يصوب مروان لمزوري المتابعة من سفيان المتابعة في الشوط الأول من عمر المباراة بين عبد الحميد فراس وعبد الرحمن برقي. هنا الفرصة الماضية آخر فرص فريق نهضة أتلتيكا زممرة تسديدة قوية وجدت الحارس سفيان برحو كان في المتابعة هنا تسديدة بها العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية الدار البيضاء وبالقبعة ياسين الحواصلي. هنا اللقطة مدني حمزة المدني من الرواق الأيمن في ناحية حمزة المدني فرصة لمصلحة فريق نهضة الزمامرة يمرر لأمينة غزوي في منطقة الجزاء يحاول أمين العرضية من أمين تبع كانت من مروان المزوري ليتدخل بعد ذلك عبد الحميد فراس ركنية ركنية لمصلحة فريق نهضة أتلتيكا زممرة يتواصل الضغط أبناء زممرة المتابعة تحولت الكرة المتابعة هنا اللقطة رأسية أمال الطريقة التي سيسدد بها نعم نهضة أتلتيكا زممرة هنا الإعادة تستطيع الركنية يتم التنفيذ يخرج سفيان برحو الفرصة مزق هنا ركلة مرمى لفريق الدفاع الحسني كرة لعناصر فريق نهضة أتلتيكا زممرة لوجوده خطأ حكم المباراة يطالب بمواصلة اللاعب زهير الوصلي تحدوح لحسن ما الذي سيفعل لحسن يعود للمباركي يعود للمزواري من جديد لمزوري هنا الفرصة والمحاولة يسقط لبحير ينجحون وسيتمكنون عبد الحميد فراس فيد من عبد الصمد والمتابعة سهلة من سفيان برحو سفيان بسرعة هنا اللقطة الصورة أمامكم اللقطة الماضية في منطقة الجزاء يتواجد في غرفة الفار هشام أيت عبو وبشرى كربوبي في غرفة الفار التقنية للقرار النهائي إذن ضربة جزاء الذي سيتفوق على الآخر عبد الصمد لمباركي جول عبد الصمد لمباركي جول 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 أنهى المباراة الهدف الأول هنا الإعادة عبد الصمد لمباركي ينجح في التسجيل ينجح في الوصول لمرمى الحارس سفيان برحو في الدقيقة 74 تقدم عبد الصمد المبركي كان يبحث عن منطقة الجزاء سيسدد يوسف سفيان برحو في المتابعة ما زالت الفرصة مستمرة ومتواصلة محمد الرضواني هنا مجهود كبير يذكر ليوسف البكاري الذي تمكن من المراوغة وتمكن من اختراق ويترقب بن شيخة كيف سيسدد قرناص المتابعة دفاع فريق لمصلحة فريق نهضة أتلتيكو كانت فرصة من هشام يلعب العبدي بمدينة الجديدة هنا فرصة ومحاولة لأبناء الجديدة هنا فرصة ومقلعة فريق أتلتيكا زممرة
المباراة بفوز فريق